مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومنلاند وأبرز ما فيها. قامت وزير البيئة والسيدة شكري حاج إسماعيل برفقة عدد كبير من المسؤولين بجولة تفقدية إلى المناطق التابعة لإقليم مرودي تشيح. استمع اليوم أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية سومنلاند إلى تقرير أعدته لجنة تابعة للمجلس. عقد اليوم عمدة مدينة هرقيسة مؤتمرا صحفيا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرة بالتفصيل. قامت اليوم وزير وزارة البيئة وتطوير الريف السيدة شكري حاج إسماعيل وبرفقتها المدير العام بوزارة الشؤون الداخلية ومسؤولين آخرين قاموا بجولة تفقدية إلى القرى والمناطق التابعة لإقليم مرودي تشيح. قدم اليوم وزير وزارة البيئة بجمهورية سومنلاند السيدة شكري حاج إسماعيل بندرة تقريرا عن جولة العمل التي قامت بها إلى مناطق عديدة وقرى تابعة لشمال مدينة هرقيسة. ووجهت كلمة وزيرة البيئة أفادت من خلالها إلى أهمية هذه اللقاءات العديدة مع الأهالي والمزارعين، خاصة أفادت من خلالها أن نتائج هذه الاجتماعات من أجل الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة لكافة المواطنين، كما نوهت أيضا إلى كافة المزارعين والمقيمين بعدم السيطرة على الأراضي الزراعية واستخدامها استخداما شخصيا بصورة غير شرعية، كما لم يسمح أيضا بحفر أبار للمياه دون استشارة الوزارة. كما تحدث أيضا في هذه المناسبة بعض المسؤولين المرافقين لوفد الوزير وزارة البيئة فيما بينهم بين الأهالي، أفادوا أن هذه اللقاءات نتج عنها تفاهم مثمر. كما أفادوا أيضا بأن بالحفاظ على البيئة صحة للمواطنين. من جهة أخرى، تحدثت السيدة شكري حاج إسماعيل وزير وزارة البيئة من خلال لقائها بالمواطنين، مؤيدة من خلالها فخامة رئيس جمهورية سومنلاند أحمد محمد محمود سيلايو في جميع أنحاء البلاد وجولاته مع كافة المواطنين والاطلاع على أحوالهم المعيشية. الأمين العام لمجلس الشيوخ بجمهورية سومنلاند استمع إلى تقرير أعدته اللجنة التابعة للمجلس والتي قامت بعملية الوساطة والمصالحة بين عشائر تقطن معا. استمع رئيس مجلس الشيوخ سعادة سليمان محمود آدم إلى تقرير أعدته اللجنة التابعة للمجلس والتي قامت بعملية الوساطة والمصالحة بين عشائر تقضن معا في منطقة حاتي صالح التابعة لإقليم أودويني شرقي البلاد. هذا وقدم المتحدث باسم اللجنة تقريرا مفصلا حول عملية المصالحة، وأعلن أن العشيرتان القاضنة معا والتي جرت بينهم أعمال عنف من قبل رحبتا بوساطة لجنة مجلس الشيوخ ورضوا بالمصالحة. وأعلن أهالي ومسؤولي عشيرتان بأنهم يقتنعون بما تقدمه اللجنة من مصالحة وحل وانتهاء للخلافات. هذا وأعلن رئيس مجلس الشيوخ السيد سليمان محمود آدم أنه يرحب بعملية المصالحة التي قامت بها اللجنة ويوجه الشكر للجنة والقيادة وأهالي منطقة حاجي صالح. صرح اليوم عمدة مدينة هرقيسة سعادة عبد الرحمن عيديد من خلال مؤتمر صحفي هنأ من خلاله رئيس الجمهورية على جولاته بإقليم سومنلاند المختلفة، كما أشار أيضا إلى زيارته إلى دولة جيبوتي كانت ناجحة ومثمرة. وجه عمدة العاصمة هرقيسة التهاني والتبريكات والتأييد لرئيس جمهورية سومنلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو لجولته في إقليمي سناق وبران، مشيرا إلى أنها خطوة تطويرية وتاريخية تدل على وحدة الشعب في جميع الأقاليم بالوطن. هذا وقد تابع سعادة عبد الرحمن محمود عيديد سولتيكو عمدة مدينة هرقيسة مشيرا من خلال حديثه إلى الإنجازات والمشاريع التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية والتي وعدت بها حكومة سومنلاند أثناء حملاتها الانتخابية والتي قامت بتنفيذها. من جهة أخرى، تحدث سعادة عمدة العاصمة هرقيسة بشكل مفصل عن جولة العمل التي قام بها إلى دولة جيبوتي الصديقة وعن نتائج هذه الجولة. وذكر عمدة العاصمة هرقيسة أنه سيصل قريبا إلى سومنلاند وفد مكون من أعضاء المجلس المحلي بمدينة جيبوتي، وذلك للعمل على توأمة مدينتي هرقيسة وجيبوتي وزيادة التعاون نظرا لوجود علاقات أخوية وثيقة بين البلدين. عقد اليوم عدد كبير من السلاطين جمهورية سومنلاند مؤتمرا صحفيا بالعاصمة هرقيسة مؤيدين من خلاله جولة الرئيس الجمهورية إلى أقاليم سومنلاند المختلفة مشاركة إياهم كافة الأحداث. عقد اليوم سلطان حسين حيري مؤتمرا صحفيا بالعاصمة هرقيسة تطرق من خلال كلمته إلى الفوائد العديدة التي جلبتها جولات رئيس جمهورية سومنلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو والوفد الوزاري الرفيع إلى أقاليم بلاد مختلفة، والتي عبرت بالفعل عن مشاركة حكومة سومنلاند كافة
المواطنين، وكان أهمها هو وضع لحجر الأساس لمشاريع كثيرة تعود بالنفع على مقيمي وسكان تلك الأقاليم بالخير الكثير. كما أشار أيضا إلى أن جميع الحكومات التي ترأست الصومالند كان أفضلها مشاركة لشعبه هي حكومة أحمد سيلايو، كما تحدث بكلمة سعادة سن يرى علي جهاد، أشار من خلال كلمته إلى اهتمام حكومة أحمد سيلايو بمواطنيه وشعبه، وأضاف أيضا إلى أنه اكتسب تأييدا مواطني الصومالند كافة وحبهم من خلال هذه الجولات التفقدية التي قام بها إلى أقاليم الصومالند. من جهة أخرى تحدثت أيضا من خلال هذا المؤتمر الصحفي إحدى الفنانات بالصومالند وهي زهرة هلجن، أيدت أيضا الجولات التي يقوم بها وفد رئيس جمهورية الصومالند إلى أقاليم البلاد المختلفة. عقد حفل موسع بالمملكة العربية السعودية احتفالا من قبل جمعية صومالند بمدينة الرياض لقدوم الأمين العام لحزب وطني سعادة عبد الرحمن عرو، والذي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. أقامت جمعية صومالند بالمملكة العربية السعودية حفل استقبال لسعادة رئيس المجلس البرلمان بجمهورية صومالند ورئيس حزب وطني سعادة عبد الرحمن عبد الله عرو، والذي يتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية في جولة عمل. هذا وقد تم إقامة هذه المناسبة بمدينة الرياض. تحدث في بداية المناسبة سعادة عبد الرحمن عبد الله عرو، حيث وجه الشكر للجالية على إقامتها لهذه المناسبة وعلى حسن استقبالهم وترحيمهم الكبير فيه. هذا وقدم رئيس مجلس النواب سعادة عبد الرحمن عبد الله عرو تقريرا مفصلا عن الحالة العامة للوطن للجالية الصومالندية في المملكة العربية السعودية، وتحدث عن المشاريع التطويرية الجارية حاليا في ربوع الوطن، ودعا الجالية للمشاركة في عملية بناء الوطن. في الشأن العالمي، تستعد اليوم القوات العراقية لاقتحام مدينة الفلوجة، وذلك بعد محاصرتها منذ ليلة الأمس من أجل إلقاء القبض على عناصر تابعة لتنظيم القاعدة يتخذ الفلوجة مقرا له. قتل 40 شخصا وأصيب 29 آخرون بجروح في مناطق مختلفة من العراق أمس الأحد، وسقط معظم القتلى والجرحى في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت عندما حاول قوات حكومية الاقتراب من مدينتي الفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار غربي البلاد. وقالت مصادر وشهود عيان من الأنبار إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 17 في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين مسلحي عشائر مدينتي الفلوجة والكرمة والقوات الحكومية التي حاولت دخول المدينتين. وفي مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار، وأصيب 7 آخرون بتفجير انتحاري بسيارة ملغمة استهدفت حاجزا للجيش في شارع السيراميك بغربي المدينة. وأضافت مصادر أن قوات من الجيش والصحوات مدعومة بآليات ثقيلة وغطاء جوي حاولت اقتحام أطراف المدينة الفلوجة ومدينة الكرمة، لكنها أجبرت على الانسحاب بعد مقاومة عنيفة من قبل مسلحي العشائر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه النشرة الإخبارية، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المنى، وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من تلفزيون جمهورية الصومالند، أحييكم ونقدم لحضرتكم هذه الفقرة الخاصة. معنا في هذه الحلقة أحد ضيوف الوفد السعودي الزائر إلى جمهورية الصومالند، والذي وصل إلى البلاد قبل 3 أيام بمطار عقال العالمي بالعاصمة هرجيسة. وأمين عام هذا الوفد شيخ محمد حسن يوسف، وأحد الإعلاميين السعوديين وهو الأستاذ سالم عشميل، إعلامي بقناة الماجد السعودية. بداية، أهلا بحضرتك شيخ محمد حسن يوسف. الله يحفظك ويحييك. وأهلا بحضرتك سالم عشميل. بداية، تعتبر المملكة العربية السعودية هي منبر هام لكافة البلدان العربية والإفريقية، وكانت السعودية على مدار عقود طويلة متعاونة دائما مع البلدان الإفريقية والعربية دينيا وتجاريا، ولكن هذه العلاقة انقطعت ولا ندري لماذا. فهل هذه الزيارة هي بداية علاقات قوية قادمة مع أكبر دولة عربية تجارية إسلامية في المنطقة تجاه الصومالند؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن قدوم بعض المستثمرين السعوديين إلى هذا البلد يعني يعتبر فرصة للجميع، لأن هذا البلد سوماليلاند يعني له علاقة وثيقة بالجزيرة العربية عموما، وخاصة المملكة العربية السعودية التي فيها الحرمين وفيها الحج وفيها قبلة المسلمين. فالعلاقات التجارية ما زالت وكانت في قديم الزمان وإلى الآن، وهذا الوفد جزاهم الله خير أيضا يعني يعتبر يعني بداية جديدة وبداية خير بإذن الله تعالى حتى يستثمروا في البلاد. وقد استثمر قبلهم الشيخ الجابري الذي هو أكبر مستورد للمواشي إلى المملكة العربية السعودية وإلى غيرها أيضا. فتعتبر هذه الزيارة من هذا الوفد أيضا يعني مبادرة جديدة، يعني يخطون خطوة مثل خطوات الجابري، وستكون إن شاء الله تعالى نجاحا وتقرب بين الشعبين الشقيقين وتبادل التجارة وتبادل المودة والمحبة. ولا شك أن هذا هو من أسس الإسلام، الشريعة الإسلامية، وأيضا الأسس العلاقة الوثيقة التي تربط الصوماليلاند بالجزيرة العربية. نعم. شيخ محمد حسن يوسف، أمين عام الوفد السعودي والذائر الآن إلى جمهورية الصوماليلاند، إذن نقول أن هذه الزيارة هي زيارة تجارية بحتة؟ أي نعم، نقول هذه زيارة زيارة تجارية نعم بحتة، لأن الإخوة جميعا مستثمرون في مجالات شتى وفي مجالات مختلفة، ولأجل هذا عاينوا البلاد، لأنهم كما تعرفون أن الصومال عموما يعني بلد مشاكل وحروب ومجاعات، فكثير من الناس لا يؤمنون بأموالهم ولا بأنفسهم أن يأتوا إلى الصومال. هذا بالنسبة للصومال وليس الصوماليلاند. صحيح، لكن الإعلام لا يفرق. نعم. لأن الصوماليلاند الآن لم تعترف دوليا، ولأجل هذا كل من سمع صوماليلاند يحسبه أن الصومال كلها مع بعض. ولأجل هذا الوفد لما زاروا وشافوا هذه ثاني زيارة وليست أولى زيارة. الزيارة الأولى كان ممهدا لهذه الزيارة لما شافوا الأمن والاستقرار وحرية التجارة والمسؤولين الذين يرحبون بالمستثمرين وسهولة القوانين وسهولة الأماكن المستثمرة في البلد، جاءوا بهذا الزيارة الثانية الرسمية المعلنة حتى يستثمروا في البلاد. إذن شيخ محمد حسن يوسف، أمين عام الوفد السعودي والذائر إلى جمهورية الصوماليلاند، متى كانت الزيارة الأولى إلى الصوماليلاند؟ زيارة الأولى كانت لبعض الإخوة قبل شهرين تقريبا، زاروها لكنهم ما تعدوا إلى هرقيسة، لكن لما شافوا الأمن والاستقرار جاءوا أكثر يعني أكثر انضباطا وأكثر تشجعا، وشجعوا إخوانهم الثانيين، وهناك المزيد ينتظر بإذن الله تعالى أيضا قريب أن يأتوا حتى يستثمروا في البلاد. إذن لله سبحانه وتعالى الفضل أولا، ولكم ثانيا، أنتم فأنتم صوماليلاند الجنسية. أي نعم، الله يحفظه، نحن صوماليلانديون الجنسية ونحن أيضا مقيمين في السعودية. ما أجمل أن يتصف المواطن الصوماليلاندي بالطاعة لوطنه ويجلب مستثمرين عرب أو أجانب بشكل عام لكي يستثمروا أموالهم بهذا الوطن. أي نعم، كل مواطن صوماليلاندي سفير لبلده. نعم. ولا بد أن يخبر العالم بأكمله على أننا غير الصومال الذين يسمعونها في الإعلان، وغير الصومال الذي يتبادر الأذهان أن فيها مجاعة وأن فيها حرب وأن فيها يعني غير مستقر. فلأجل هذا نحن قمنا بزيارة المستثمرين وأخبرناهم عن خبر بلادنا وكيف الأمن والاستقرار وكيف الناس يعيشون وكيف الكرم الناس وكيف يعني بهذه الأمور كلها. جاء الوفد الأولى متخوفين، حتى أذكر بعضهم لما يودع أهله يودعه ويوصيهم أيضا
يقول هذا آخر ممكن آخر لقاء. أي نعم. فلما جاءوا ونزلوا هرقيسة وشافوا البلد وتجولوا ولقوا المسؤولين وجدوا غير الذي كان في أذهانهم وكانوا يتصورون. فهذا المهمة واجب لكل مواطن أن, 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 أن يفشي هذا السر الخفي لبلدنا ألا هو أمن والاستقرار والفرصة الاستثمارية في البلد. نعم وهي نعم. كثيرة. كم عدد أفراد هذا الوفد؟ عدد أفراد الوفد سلامك الله هذا المرة كانوا خمسة. خمسة. يعني. إذن ما هي اتجاهاتهم؟ هل هي اتجاهات فقط للثروة الحيوانية أم اتجاهات أخرى؟ نعم كانت اتجاهاتهم مختلفة. كل واحد له اتجاه معين. فبعضهم كانوا لهم رغبة شديدة في الاستثمار في المواشي. وبعضهم كان لهم رغبة في الاستثمار في تربية المواشي في داخل البلد. وبعضهم كانوا يعني يميلون نحو السمك الأسماك الثروة السمكية أو البحرية. نعم. وبعضهم كانوا يميلون إلى الزراعة. فكل كانوا يعني يتجهون كذلك الإعلان. نعم. كذلك الإعلان من ضمن الوفد كان رئيس قناة المجد. نعم. وهي قناة معروفة في الدول العربية. لها ما يقارب 60 قناة في داخل هذه القناة. فأيضا كانوا يهتمون من ناحية الإعلام أيضا. نعم فكان الاتجاهاتهم تختلف. مختلفة نعم. إن الصوماليلاند دولة أرض أو أرض بكر. جمهورية الصوماليلاند تعتبر من الأراضي الخصبة سواء كانت في الثروة الحيوانية أو في الثروة السمكية أو في الثروة المعدنية نفسها. فهي خيرات لن يستفاد منها بعد ونحن بحاجة إلى رؤوس أموال. نرحب أولا طبعا بالبلاد المسلمة 100% كنحن أيضا 100% شعب مسلم كما تعلمون. فللمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت اتجاهات وقوة كبيرة في هذا المجال إن أرادوا استثمارا زراعيا أو سمكيا أو معدنيا. وإن كان زراعيا يمكنكم إقامة مشاريع متكاملة هنا أليس كذلك؟ أي نعم. نحن زرنا في مناطق كثيرة هرقيسة وعرب سيو التي فيها مناطق أكثر فيها الزراعة وأيضا زرنا بربرة وزرنا برعو وزرنا يعني ما بينهما يعني وشافوا كثير في الحقيقة وارتاحوا وشافوا أراضي شاسعة مهيئة للزراعة. وزي ما ذكرت أيضا مشاريع متكاملة تكون الزراعة وتكون حظيرة للمواشي محجر. أي نعم محجر. نعم. فشافوا هذه الفرص كلها وأخذوا منها عينات وصور وتقارير. أي نعم نعم. مستثمر العربية المملكة العربية السعودية إن مستثمري المملكة العربية السعودية يمكنهم أن يقيموا مشاريع تجارية متكاملة على أرض هذا الوطن كما حاولت إحدى الدول العربية. فقد بدأت بهذه المبادرة دولة الإمارات. فبدأت باستخراج المياه الجوفية أولا لكي تروي بها مزارع. فهل تودون إقامة مثل هذه المشاريع هنا بالصوماليلاند متكاملة؟ أي نعم. تعود بكم لكم بالنفع ونحن أيضا بالنفع. أي نعم. المشايخ المستثمرين لما زاروا في مدينة برعو زاروا يعني القرى المجاورة التي تسمىها بير وهي مناطق زراعية وتصلح أيضا أن تكون مشروعها متكامل. فهي من جهة يعني زراعية ومن جهة يعني مراعي يحفر فيها الآبار ويجعل فيها مسلخ ويبرد في البربرة لأن في البربرة أيضا شاف المستثمرين أنه قريبا سوت المسؤولين في 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 الميناء سووا مبردات فشافوا المبردات وفرحوا بهذا لأنه قبل ذلك قبل زيارة الأولى ما شفناها. نعم. ما شفنا المبردات. فهذا مما يفرح أيضا ومما شجعهم أن يكون المشروع متكامل زراعي وتربية مواشي ثم سلخها ثم إرسالها إلى المملكة العربية السعودية أو إلى غيرها من بلدان التي تستورد اللحوم المبردة. جميل. ترحب دوما الصوماليلاند بكافة المستثمرين وتعطيهم تسهيلات في كافة الأشياء حتى بالنسبة إلى الضرائب.
فلكم التسهيلات لجلب وذلك كله لجلب المستثمرين إلى الصوماليلاند. فكما قلت سابقا إنها أرض بكر. هل قابلتم مسؤولين بالصوماليلاند هنا؟ أي نعم، الوفد كان وفد رسمي، كان يعني وزير وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خليل عبد الله أحمد الله يحفظه ويجزاه الله خير، قد استقبل الوفد من المطار ورحب بهم، وأيضا سوى لهم مواعيد مع الوزراء المتعلقة بهذا الباب مثل وزير التجارة وأيضا وزير الخارجية الذي عنده سياسات الخارجية، وكلهم رحبوا بالمستثمرين والإخوة خاصة الإخوة دول الخليج العربي. فقابلنا أكثر من مسؤول، كما قابلنا المسؤولين المحليين، كما نشكر من هذا القناة للمسؤولين في بربرة الذين قابلونا في قرابة 20 كيلومتر قبل أن نصل بربرة، المحافظ والعمدة ومسؤول الوزارات المختلفة والمسؤول الميناء قابلونا بترحيب يعني لم يسبق له مثال. أنا كشخصيا لم أرى مثل هذا الترحيب 10 كيلومتر قبل أن ندخل المدينة، والمسؤولون في الصف يحيون الضيوف، وهذا مما جعلهم يفرحون بهذه الترحيب. ثم فتحوا لنا الأبواب الاستثمار وتكلموا في الميناء وتكلموا في ثروة سمكية وثروة زراعية أيضا في بربرة، لأن عندها أنهار جارية في بربرة وعيون يعني لا تنقطع. فهذا أيضا مما شجع بعضهم على أن يميل يعني إلى ثروة سمكية، ولعل في ذهنه أولا أنه يعني لعله في ذهنه كان فقط للمواشي، ثم لما رأى الفرصة الكبيرة للثروة السمكية اتجه نحوهم أيضا. أي نعم. نعم، اسمح لنا شيخ محمد حسن يوسف، نرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، الزميل سالم عشميل إعلامي بقناة المجد السعودية. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. ما رأيكم وانطباعكم عن جمهورية الصوماليلاند؟ هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها بزيارة هذه البلد. أولا شاكر لكم الاستضافة وحسن الاستقبال. طبعا هذه هي المرة الأولى لزيارة جمهورية الصوماليلاند. طبعا كانت زيارة مشرفة، زيارة جميلة، تغيرت الانطباعات عن جمهورية الصوماليلاند. قبل أن أتي إلى هنا من السعودية كانت هناك انطباعات غير الانطباعات التي وجدتها هنا. الحمد لله كان الاستقبال حافل، الجولة تمت بكل خير والحمد لله. هل قمتم خلال تواجدكم هنا بالصوماليلاند بإرسال تقارير عن الحالة الاجتماعية والسياسية والتجارية؟ أكيد هذه هي طبيعة الإعلامي. صحيح، احنا في طور ان شاء الله اصدار فيلم وثائقي عن جمهورية صوماليلاند. صورنا تقريبا ما يقارب 23 ساعة او 24 ساعة. طبعا كلها كانت على فترات متقطعة، شملت الوزارات، المعاهد الصحية والمعاهد الدعوية، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، المدارس. دلنا إلى تقريبا شمال، جنوب، شرق، غرب صوماليلاند. هذا بالنسبة تقريبا الصوماليلاند كهيكل. نعم، لكن بالنسبة لاتجاهات الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية أو المعادة. صورنا للمواشي، الثروة السمكية، تقريبا التقارير كلها كاملة مكملة. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه التقارير تعود بالنفع على هذا الوطن وتكون صادقة 100%، لأن معظم العلاقات العربية أو السعودية بشكل خاص ومع الصوماليلاند تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه التقارير. فما سيخرج من فاهكم سيصدقونه. نرجو أن تكون مراعين لهذه الانطباعة. نعود مرة أخرى للشيخ محمد حسن يوسف، أمين عام الوفد السعودي والذاك لجمهورية الصوماليلاند. متى ستبدأ أولى المشاريع بأرض هذا الوطن وأي نوع من هذه المشاريع؟ بإذن الله تعالى نبدأ بمشروع المتكامل الزراعي أو تربية المواشي. فنبدأ أولا إن شاء الله تعالى بتربية المواشي والزرع وحفر البئر في ذلك المكان.
ثم بعضه يتابع المسلخ، ثم بعضه يتابعه بإذن الله تعالى تصدير للحوم المبردة. كذلك الثروة السمكية أيضا سنبدأ بها قريبا بإذن الله تعالى، حيث اتفقنا مع بعض التجار الذين عندهم بواخر مجهزة بأحدث أنواع التقنية، وإن شاء الله تعالى يعني قريبا سترون ويكون أيضا نقيم لها حفل كبير يأتي فيها الإعلاميون، سواء كانت من إعلام في هذه القناة أو غيرها من الإعلام المحلي في جمهورية الصومال. فإن شاء الله تعالى توقعنا أن تبدأ خلال الشهرين القادمين، أن تبدأ ببدء المشاريع بإذن الله تعالى. كما قلت آنفا، ما أجمل أن يتصف المواطن الصادق المحب الوطن بحب الخير لنفسه أولا ولوطنه ثانية، ويجلب كثير من المستثمرين العرب وما يعرف لغتهم إلى أرض هذا الوطن، لأن الوطن غني صحيح، لكن لا توجد إمكانيات للاستفادة من هذه الخيرات. جزاك الله خير، وسوف تعود هذه المنافع جميعها على البلدين، سواء كانت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومالي، وأيضا سيجد مئات من المواطنين فرص عمل أيضا. في ختام هذه الحلقة، هل لكم في كلمة توجهوها إلى المسؤولين الصومالي إن كنتم في حاجة إلى أي شيء؟ والجزء الآخر الثاني توجهه إلى المواطن الصومالي لكي يعلموا جيدا أنكم أتيتم لمساعدتهم أولا. أي نعم، جزاك الله خير في هذه النقطة، هي نقطة مهمة. أولا، الحكومة الصومالي الحالية جزاهم الله خير، ما قصروا معنا، سواء كان بالترحيب، سواء كان بالتقارير، سواء كانت بالدراسات التي سويت من قبل من قبل وزارة التخطيط. فجزاهم الله ما قصروا. كما نشكر أيضا لفخامة الرئيس الذي فتح يعني المستثمرين ورحب بهم كثيرا ومرارا، كما أيضا لم يقصروا الوزراء الذين نقلاهم، وأيضا المسؤولين في المناطق خاصة أهل بربرة ومناطق برعو وكذلك هرقيسة. فحقيقة يعني ما لنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر هؤلاء المسؤولين الذين مهدوا الطريقة للمستثمرين وسهلوا لهم الأمور ورحبوهم، وهذا الذي جعل كثير من المستثمرين خاصة الخليجيين يعني يعودون مرة وثانية وثالثة والمزيد بإذن الله تعالى. وهؤلاء الذين جاءوا الآن هم أيضا فصل لغيرهم، فلما يحكون الأمن والاستقرار شجع الآخرين. حتى أنا أذكر لما كلموا بعض الإخوانهم قالوا خلاص نحن نلحقكم لا تأتون، يعني مددوا الوقت حتى نلحقكم بها. في هذا المنطقة يأتون بداية طيبة بإذن الله تعالى، وسوف يكون في الخلفية مئات من المستثمرين أيضا سوف يأتون عبركم أنتم بإذن الله إلى تعالى هذا الوطن لاستثمار أموالهم برضو الصومالي. نعم، النقطة الثانية أقول للمواطن، أي مواطن صومالي لاند إذا كانوا في المغتربين خاصة، أن يشرحوا قضيتهم، فيعني لا يحتاج هذا إلى أن المغتربين المواطنين المغتربين في الدول العربية. نعم، في دول العربية أو في غيرها. نعم، عندهم يحملون هذه الرسالة، لا يحتاجون أن يعين لهم الرئيس تقول أنت مسؤول عن كذا ولا كذا، بل هي من واجب مواطن أن يذكر محاسن بلده والأمن والاستقرار الذي نحن فيه، لأن يعني كثير من الناس لما يسمعون الصومال ما يميزون بين جمهورية أرض الصومال والصومال، فالصومال عندهم واحدة، وما يسمعون من الأخبار من مشاكل وحروب وتفجيرات ومجاعات يعني ما يشجع إلى المستثمرين أن يذهب هناك، لا لنفسه ولا لماله. صحيح. فأقول لكل مواطن مغترب هو رسول من قبل وواجب عليه من قبل الشعب، وأقول للصوماليين المحليين الموجودين والحمد لله هم أيضا تعاونوا معنا بشرح ما عندهم من الأمور، سواء كانوا أصحاب المواشي أو كانوا أصحاب أسماك أو كانوا في التجارة العامة في سوق هرقيسة، تفاعلوا معنا وشجعوا المستثمرين. نعم. ورحبوا بهم،
وانبسطوا في الحقيقة، والنفع إن شاء الله تعالى سيعود للجميع. نعم، وخاصة المواطن يستفيد. نعم. يكون عمل جديدة. فرصة عمل جيدة. نعم. ويكون مصدر رزقه بإذن الله تعالى. جزاك الله كل خير. نتحدث الآن إلى الإعلامي سالم عشميل، مندوب قناة المجد السعودية. ما هي الكلمة التي تود أن تقولها قبل المواطنين تقولها إلى وزارة الإعلام؟ فنحن نود أيضا أن تكون هناك علاقة مشتركة بين وزارة الإعلام في كافة النطاقات، سواء كان في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحف. نود أن تكون هناك علاقة. هل تود قناة المجد أن يكون هناك علاقة بين إعلاميين الصوماليلاند وأنتم؟ أولا وأخيرا أحب أشكركم، الشكر لله ثم لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذا الاستقبال. أما بالنسبة لسؤالك، الإعلام دائما يكون سلاح ذو حدين، فإما أن تستخدمه في الشر. نعم نعم، كما قلت سابقا يعني اتق الله فيما سوف ترسله من تقارير. فإن شاء الله من قناة المجد بإذن الله احنا نحاول نوصل صورة طيبة عن صوماليلاند وعن أي دولة مسلمة عربية، نوصل صورة طيبة عنها. أما بالنسبة للشراكة فأتوقع والله أعلم أن هذه هي من الشراكات التي رسموها الأخوان. نعم. ولست في محل أن أحدد. نعم نعم. هل هناك، نحن نود دوما أن يكون هناك علاقة بين عملكم وعملنا بإذن الله. وهذه ووجودنا نحن هنا في صوماليلاند ينبئ لي أن هناك في يعني علاقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذن ما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة؟ ماذا تقول لشعب الصوماليلاند؟ هل عملوكم بصورة طيبة أم كان هناك صراحة مساعدة؟ كلمة الحق تقال، ليست مجابهة أو شيء زي كذا. الصوماليلانديين نعم صراحة كفوا وفوا ولم نرى منهم إلا ابتسامة الوجه. جزاك الله خير. جزاهم الله خير ويعذرونا إذا احنا ثقلنا عليهم أو شيء زي كذا. أنتم في بلدكم الثاني بإذن الله كمان معكم أحد دعائم المواطنين الأصال، أحد مغتربي المملكة العربية السعودية. في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نتقدم بالشكر إلى أمين عام الوفد السعودي الزائر إلى جمهورية الصوماليلاند، استثماري في شتى المجالات، شيخ محمد حسن يوسف. شكرا لك شيخ محمد على هذه الحلقة. بارك فيك. أيضا نتقدم بالشكر إلى الإعلامي والزميل سالم عشميل، مندوب قناة المجد السعودية. شكرا لك على هذه الحلقة. شكرا.